غنيت للأساتذة نجيب شرور، فؤاد طعود، زين العابدين فؤاد، نجيب شهاب الدين، محمود الطويل، محمد جاد. ورا الأفكار على كف الأدب دوار، سنين ماشي ورا الأفكار على كف الأدب دوار، تخليت في الدروب مشوار ولا فوق الورق مكتوب، تخليت في الدروب مشوار ولا فوق الورق مكتوب، وتوب ازاي ولا أبو الحسن سلام سكندري هو في أنا عملت عن سينا برضو غنوة لصديق حبيب برضو مهندس إلكتروني اسمه محمد الصعيدي. مصطفى زكي عمل لي غنوتين، أما محمود الشاذلي عمل لي غنوة واحدة اسمها لو علقولي مشنقة. هؤلاء شعراء مصريون من شعراء الأرض المحتلة. غنيت للسيد توفيق زياد، السيد سميح القاسم، السيدة فدوى طوقان. كلامها بيقول: بنادي على كل واحد في مصر ندايا أنا لكل بيت مش لقصر، بلدنا في محنة نظامها دبحنا، وواجبنا إحنا نصونك يا مصر. بنادي على كل عامل هناك في وسط المداخن في وسط الهلاك، بيبني لغيره ومالوش في خيره وصابر، وإيه بس آخرك يا صبر. بلدنا في محنة نظامها دبحنا، وواجبنا إحنا نصونك يا مصر. بنادي على الورشجية الصغار، ودول مسروقين من سمسرة كبار، هتخرب بيوتكم فلوس أمريكاني، مع الانفتاح جت مصيبة لمصر. بلدنا في محنة نظامها دبحنا، وواجبنا إحنا نصونك يا مصر. بنادي على ريف بلادنا الحزين، وأقول له يا أسمر بلاش الأنين، وكافح وجاهد بطول السنين، وقلب ترابك هتحمر مصر. بلدنا في محنة نظامها دبحنا، وواجبنا إحنا نصونك يا مصر. بنادي عليكم يا كل الجموع في وسط الشوارع في وسط النجوع، في وسط المزارع في وسط المصانع، بلدنا حتبقى جناين محبة، وفيها الأحبة تجان كل مصر. قلبي ودي عايز أعدي، والظنون بتقول لي ها
هدي 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 من هنا.